واحنا بنتكلم بقى على مباراة عالمية، ما ينفعش ان احنا نتكلم على مباراة عالمية وعندنا واحد عالمي اسمه محمد صلاح. تمام. يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده، احنا عندنا 4 يناير ان شاء الله بامر الله رسميا هيقولوا مين، او الاتحاد الافريقي احسن هيقول لاعب في مين افريقيا. لاعب افريقيا او احسن لاعب في افريقيا. خليني طب كابتن عصام فتح بقى معايا طيب عشان برضو يبقى على نور كده ونشوف مين هيبقى موجود في هذه المباراه، مباراه الاهلي واتلتيكو. طبعا كابتن عصام فتح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وايضا رئيس لجنه الحكام وحاجات كتير بقى في اتحاد افريقيا. كابتن عصام مساء الخير عليك. أنا كابتن محمد، تحياتي وبرحب ليك. طبعا بضيفك الكريم الله يخليك. الأستاذ لطفي السعان وكل المشاهدين الكرام. معلش، انا المنصب في الاتحاد الافريقي عضو في لجنه عضو لجنة الحكام الحكام الأفريقية. الافريقيه طبعا كابتن، والنائب ايضا يا كابتن، صح ولا انا غلطان؟ لا، عضو في لجنة الحكام عضو عضو الأفريقية. كابتن عصام، يعني تحياتي ليك طبعا. في البدايه يعني سؤالنا دائما كان في امبارح لغط كتير على مباراه الاهلي وطنطا تمام. وضربه جزاء قبل ما اروح طبعا للاهلي واتلتيكو، يعني تحت امرك. تحت رأي كابتن عصام فتاح في هذه الكرة أو ضربة الجزاء اللي بيعتبرها البعض إنها ضربة جزاء ولكن لم يحتسبها الحكم؟ والله البعض مين؟ ما دي تفرق. يعني البعض مين؟ يعني هي واضحة، هي واضحة مباراة إنها مباراة هي واضحة إنها لمسة يد داخل ال 18. لمسة يد طبعا، ما اختلفناش ان هناك لمسة يد، لكن القانون مهم جدا ان احنا ننفذ القانون. تمام. هل القانون بيقول ان كل لمسه يد داخل ال 18 او في الملعب بشكل عام هل هي هاند بول وتتحسب خطا ولا لا؟ ولا هناك اعتبارات وقانون عندما يطبق الحكم القانون او له اعتبارات على لمسه اليد هو ده اللي بينفذ؟ والحاجه الوحيده في القانون يا كابتن محمد اللي يجب ان يكون هناك فيها تعمد لاعب الكره باليد هي لمسه اليد. تمام كابتن. فقط الاخطاء وسوء السلوك، يعني الفاولات بالبلدي كده عشان نوضح للساده المشاهدين، يجب ان ترتكب بثلاث حالات او بثلاث طرق: باهمال او بتعور او بقوه زي عشان يحتسب الخطا. لكن لمسة اليد يجب ان يكون هناك تعمد. لو هنشرح الكوره برضو، وزي ما كل خبراء التحكيم شرحوها على فكره، وكان شرحهم مستفيض في هذه الحاله، كانت هي اهم حاله في هذا الاسبوع، ان اثنين المدافعين طالعين في نفس الوقت يلعبوا الكوره. في نفس الوقت، ولو جبت الحاله هتلاقي الاثنين رايحين براسهم يلعبوا الكوره. في واحد فيهم سبق لعب الكوره من راسه الى يد زميله. هنا لا يوجد تعمد على الاطلاق، لان بيسميها في القانون انكسبكتد بول، كره غير متوقعه. الكره غير متوقعه لا يمكن يكون فيها شبه تعمد لعب الكره باليد. وده اعتقد ان كل المحللين اذا كانوا بيحللوا في قنوات فضائيه او في مواقع الكترونيه، اعتقد ده هذا الكلام، مش انا فقط، لكن انا لما رديت كنت برد على سؤال اتوجه ليا: هل القانون اتغير ولا لا؟ انا كنت بشرح ان القانون ما اتغيرش، لكن ممكن البعض ما يكونش على درايه ببعض مواد القانون، واللي على درايه بهذه المواد هم خبراء التحكيم او المحللين او الناس اللي هم مختصين بهذا العمل. ده رايي في هذه اللعبه. طب يعني مش ضربه جزاء كده 100%، مفيش ضربة جزاء. تمام يا كابتن. يعني طبعا حكمنا الدولي السابق طبعا كابتن عصام، يعني ما اقدرش يعني اقول حاجه غير ان انت كمان بعين الخبير اكتر مننا كابتن عصام. كابتن محمد، اقسم لك بالله لو هناك ركله جزاء او ثلاث ركلات جزاء للنادي الاهلي او نادي طنطا، لا يمكن نكذب الصوره، لازم ان نقول الحقيقه، لان تمام الناس اللي عاوزه تطور من نفسها لازم تكون صادقه مع نفسها. دايما انت كذلك يا كابتن، يعني في الحقيقه حضرتك يعني طبعا دايما يعني بتقولها بجد يعني. فخلينا طبعا نروح بقى الحاله الوحيده اللي انحذف فيها الحكم ان انت تجيب جون والحكم يلغيه. يعني دي يعني ايه، لو انت شايف ان هو صح يعني تمام، ده اللي انت بتتكلم فيه. لكن انا حتى المباراه الامور ماشيه على ما يرام، لكن الاهلي ما جابش جون والحكم لغاه، او عززت باكتر من هدف والحكم واخد موقف ضدك. فانا عايز دايما نخرج من حته مش عايز احمل الحكام كل حاجه، لان انا لما بخسر التحكيم بخسر بطوله، بخسر مسابقه. يعني عايز نبقى احنا مع الحكام مش ضدهم. لا، احنا طبعا، لكن وكابتن عصام ساعات بيطلع يقول لك لا، ان في اخطاء تحكيميه موجوده واضحه. يعني هو ده واجب كابتن عصام في حته التصحيح وحته المصارحه دائما باستمرار كابتن عصام. طبعا ده شيء، احنا ليه هنحط راسنا في الرمل؟
فيجب ان احنا انا شايف ان هذا الاسبوع من افضل الاسابيع تحكيميا خلال هذا الموسم. يعني لو ندي درجات هندي الاسبوع ده 9.5 من 10. فاذا لما الحكام يجيدوا مش عاوزين كلمه شكر، ولكن على الاقل لا يهاجموا لما الحكام ينفذوا القانون ويتعاملوا مع المباريات بكل قوه ومن خلال ادائهم القوي لازم يقف معاهم طبعا. والنادي الاهلي نادي كبير جدا جدا جدا، وانا حقيقه بحترم كل قيادات النادي الاهلي وكل الاجهزه الفنيه، لان دائما حتى اعتراضهم بيبقى اعتراض مقبول، وده شيء صحي على فكره. بالعكس احنا بنقبل النقد لما يكون في صالح اللعبه وصالح التحكيم، بالعكس بنؤيده تماما. وقلت وبقول لك انا يا كابتن محمد واستاذ لطفي ان احنا لما كان هناك اخطاء في احد المباريات، اعتقد كانت الاهلي والجيش على ما اتذكر، كانت اول مباراه في الدوري، قلنا ان هناك اخطاء، فعلا كان هناك اخطاء، لان في النهايه هو بشر ولازم يخطا، زي المدرب اوقات ما يختار تشكيل ما يبقاش مناسب لهذه المباراه فبيحصل دروب في نتيجه معينه. لازم يعترف بده، كل عناصر اللعبه لما يكون هناك اخطاء منها لازم تعترف من ده من اجل الاصلاح والتصحيح. صحيح. طيب خليني اخدك بقى على نقطه مباراه الاتلتيكو ان شاء الله اللي هتصف تقام يوم 30 كابتن عصام، وحضرتك يمكن كنت بتكلم معاك وقلت لي ان هيبقى في تكريم لاحد الحكام ولسه حتى الان ما حددتوش اسم الحكم، يعني هل تم التحديد ولا لسه؟ بالضبط. انا لما على فكره احنا لسه لن نتلقى حتى الان خطاب رسمي من النادي الاهلي بتعيين حكام في هذه المباراه. تمام. لكن لسه، لان لسه يمكن الوقت طويل على المباراه. وعاوز اؤكد ان بعض الناس قالوا ان احنا عيننا مثلا، انا اقول بالاسماء، امين عمر او جهاد جريشه قالوا كده. هذا لم يحدث حتى الان. لم يحدث، لان في النهايه لجنه الحكام لما يجينا خطاب من النادي الاهلي تعيين حكام لهذه المباراه هنقعد وهنختار الحكم اللي ممكن يكرم في هذه المباراه. لكن تعيين حكم بعينه حتى الان لم يحدث، وده على لساني بقول لك يا كابتن محمد لم يحدث، لان لما يكون عندنا جواب رسمي من النادي الاهلي هنجتمع لجنه الحكام ونختار الحكم اللي ممكن نكرمه في هذه المباراه. طب كابتن عصام، يعني اكيد التكريم سواء بقى الحد عمل حاجه كويسه او خلاص بينهي حياته المهنيه بالنسبه للتحكيم، يعني التفكير عندكم في اني واحده فيهم كده؟ كل الاعتبارات اللي انت قلتها زي لمس اليد يا كابتن محمد، كل الاعتبارات في اي الاعتبار. طب اخدك على مباراه الزمالك يا كابتن، او يعني الاقرب بالنسبه بعد مباراه اتلتيكو مباراه الزمالك ثم المصري، هل تحدد الحكم او البلد اللي ممكن يبقى منها الحكام الاجانب اللي ممكن يكون موجودين ان شاء الله في؟ لا لسه يا كابتن محمد، احنا هنبعت طبعا، انت عارف التوقيت ده يكون اعياد الكريسماس، فاحنا بقى بنبعت من بدري الحقيقه لاكثر من دوله من الدول المتقدمه في التحكيم، وان شاء الله اول ما هيصل لنا رد ان شاء الله على طول هنعلن عن اسماء ماتش القمه الاهلي والزمالك، وايضا ماتش السوبر الاهلي والمصري ان شاء الله. كابتن عصام بشكرك شكرا جزيلا، انت دايما يعني موجود معانا، يعني دايما بصرار بتقول حضرتك يعني الاقرب بالنسبه لنا دائما للحكام، هو قال لك يعني كل الاعتبارات موجوده بالنسبه للحكام اللي ممكن يتم تكريمهم في مباراه اتلتيكو يبقوا متواجدين، ولكن حتى الان طبعا النادي الاهلي ما بعتش جواب عشان يتم طبعا تحديد الحكام ان شاء الله. مفيش مشكلة يعني، أنا بسيطة الوقت لسه 16 الوقت. النهارده يعني ان شاء الله الجواب بكره ان شاء الله يروح يعني باذن الله. طيب خلينا نروح لفاصل لطفي ونرجع نكمل كلامنا. طيب فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا على النادي الاهلي، كنا بنتكلم على محمد صلاح هنتكلم عليه ايضا ان شاء الله، كل التوفيق ليه محمد صلاح.